عندي هنا ايش اسمه الدفايه، ببدل لها الفتيله، والمهندس هذا المهندس هنا موجود عندي هنا، وهذا جايب اخته معه المهندس هنا قاعد تتفرج على الطيور من الشباك. فايش ايش راح نسوي في الدفايه الحين؟ كيف نبدل الفتيله؟ ها علمنا كيف نبدل الفتيله حق الدفايه هذه يا باش مهندس، علمنا بارك الله فيك. مضبوط كده، ايش رايك انت، تشرف عليها من الريحه ولا كيف يعني؟ ايش رايك يا باش مهندس؟ ايوه اي بارك الله فيك، شوف لنا الطريقه حقتها لو سمحت. ايوه شوف وين 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 المفاتيح تبعها ايوه هذه كسرات بعض خشب العود، جاينا عليها كسره عود و بسم الله. ايوه وين رحت يا باشمهندس؟ تعال هنا باشمهندس، تعال. باقي المسمار هذا ما فكيت، الله يعطيك العافية. أيوة يا باشمهندس، بسم الله يا باشمهندس. أنا والله ترى أول مرة أفك الدفاية، الفتيلة حقتها منتهية، والله المستعان. طلعت الفتيلة، وين الفتيلة الحين؟ كيف نسوي بالفتيلة؟ هذه فتيلتها، أوه وصل الأخير. وصل الأخير، شوف الفرق. وهذه المقاسات والصنعة كوري. طبعا أنا ما أشتغل من رأسي، يعني قاعد أشوف هنا شرح طريقة فك الدفاية تبديل الفتيلة، وقاعدين نطبق على الفيديو نشوف. يقول اسحب هذي، وبعدين يقول فك هذي عشان تطلع المسمار اللي داخل. طلع علينا الغاز. الظاهر هذا الصوت نفس صوت الفلوس، الظاهر نفس المعدة. كيف تشوف الشغل تمام يا باشمهندس؟ كيف الشغل؟ ايش رايك الشغل؟ زين تمام؟ ها كيف ريحة الغاز؟ كيف ريحة الغاز؟ حطينا هالفوطة هذي، شوفوا أصابعي كيف بهتت بسرعة من الغاز. هذا المسمار والمفتاح حطينا له فراش عشان يرتاح، ونشوف باقي الطريقة كيف. أيوة أها بس طيب ليش المفتاح برا؟ هذا فتيلتها كيف سايرة؟ هذا المفتاح يقول كذا. ويقول لازم يصير عندك ماعون عشان تطلع الفتيلة في الماعون لا تغرق من الغاز. أقوم راح أجيب ماعون أحط فيه الفتيلة، وهذا الماعون جبناه ولكن
يعني لما جبت الماعون حصلت الماعون اللي يقولون فيه الخضرة السطل هذا، فقلت نجيب هذا الماعون أحسن. أيوه، يقول الآن تسحب الفتيلة هذه وتطلع. أيوه هاي طلعت الآن. أيوه ما شاء الله ما شاء الله عليك أبو صالح، ما شاء الله. أيوه هذه طلعت كاملة والكامل الله. حطيناها في الماعون اللي يبيعون فيه التين، ودي مسحها من السواد هذا. أكيد في مادة تشيل المسخرة ما موجود عندي، لكن وهذه المادة نشوف لها مفعول سحري. والله لها مفعول. غرقناه بالمفعول السحري، نصبر دقيقتين ثلاثة وبعدين نمسح. نشوف عروض الأسماك عند أبو هادي اليوم الأحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صب عليكم أبو هادي، يقول لك وصل السمان ما شاء الله ما شاء الله، بصمة لحماقي موجودة. لحق ولا ما تلحق حبيبي؟ وركز على ويه؟ على النظافة. على النظافة. على 50 الكيلو عندنا الهامور أبو 3 كيال وأربعة كيال على 55. وعندنا العندق ما شاء الله ما شاء الله يولع على 35 الكيلو. وعندنا الينم يا أهل المشوي، وصل الينم. شوف الظهر، شوف الحلاوة ما شاء الله ما شاء الله. 4 كيلو بمية. وعندنا الحمرة على 40 ريال الكيلو. وعندنا العروسة على 25. عندنا كنعد مال لفاح ما شاء الله، الحي فيك صيد ولاد البلد. والف على 60 الكيلو. ويقول لك ابو هادي الموسم ما انتهى، موسم الربيان عند ابو هادي ما انتهى، مكيس جاهز. عندنا ربيان مال الموسم حبايبنا 3 كيلو بمية مقشر ومشيول خيطه. واللي يبغى بالثلاجه على 800 ريال. حلو. 32 كيلو. شكرا أبو هادي. ونشوف الحين المفعول السحري. أي هذا منديل ترى، ويبغى له شيء خشن. هذا منديل، منديل يعني ما يصح له، منديل حق مسح مو حق تلميع. والله بس والله رجعها جديدة ما شاء الله. هذا شيء خشن ترى، انا يعني شغال بيد واصور بيد. عندي حامل، عندي استعان، عندي بس دائما الواحد يعني يستعمل المختصر والسريع اللي ينجز فيه، لان الشيء ما هو مرتب يعني مستعد للتصوير وكذا فجأة يعني. ما دام المفعول السحري هذا كنا عجل نحط كل شو اسم الدفاية من المفعول السحري هذا هنا ونلمعها. أين هذا من برفي؟ أنا ما يعني يقولوا تسوي دعاية أنت بالصالح، وأنا خدمة لكم. هو منظف أفران يعني نوعية كويسة، هاي توفر تبيع يعني مجموعة كاملة الشركة هذه من المنظفات. ونمسح الحين ونشوف، وناخذ لنا شفطة اسبريسو ونكمل الباقي المشروع. الباش مهندس راح فين؟ الباش مهندس راح فين؟ ممكن تندهر الباش مهندس؟ يا باش مهندس، يا انت بتفحص الشبكة عندك؟ يا باش مهندس تعال شوف شغلنا مزبوط ولا يحتاج لمساتك السحرية. أيوة نبدأ المشروع. إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني ممتاز بنسبة 90%.
وما شاء الله تبارك الله، شوفوا كيف يعني 90% وأكثر من 90%، هذه المعدن تبعها يصدي، ما هو مثل نحل السلستيل أو كذا، ما أدري والله، لكن أيوه لمعناها ما شاء الله، نظفنا الرأس وندخل الحين على الفتيلة ونطلع الآن الفتيلة، هذه الفتيلة وسهلة وتطليعتها يعني. طلعنا الفتيلة الحين ناخذ لها مثل المسامير هذه ما شاء الله، جديدة ونظيفة أمورها طيبة. أنت حتنام وتسيبني أشتغل لوحدي يا باش مهندس؟ طيب، وهذه الفتيلة يقولك تجيب هذه الفتيلة وتركبها للخط، شوفوا هذا الخط وفيها مسامير، بس في المسامير الخط هذا تحطها من تحت كذا وتكبسها، أي نعم، وبعدين تحط عليها فلفل وشوية سمن وتاكلها، يعني مو حد يروح يصدق تحط عليها فلفل، يعني هو يقول تكبسها، احنا عندنا كبسة دجاج مع الرز، فأنا قلت يعني تحط عليها فلفل، هذا الخط اللي تحطه من تحت الحديدة هذه وبعدين تكبسها في المسامير هذه اللي تمسك الفتيلة، أي نعم. وهذا الخط اللي يصير مع طرف الحديدة، وبعدين نكبسها مع الداخل مع الفتحات هذه اللي فيها مثل الأسنان عشان تمسك الفتيلة، وبعد تركيب الفتيلة الجديدة هذا صار شكلها، وكبسناها والآن نرجعها مكانها ونلبسها تلبيس. ما شاء الله كنا تقول فستان عروسة. أيوة، ولازم هذه تصير مقابل المفتاح هذا، لما نركبه تصير عشان نركب المفتاح هذا يصير متوازي معاها. ركبنا هذه أعتقد إنها ضبطت، بس أعتقد الفتيلة نزلتها أنا، والآن جاء دور تركيب القزازة وهذه القطعة يبغالهم بعد تنظيف. خليني دقيقتين ثلاث بعدين امسح، وبعد ما لمعنا هذي نركبها، هذه ركبت وهذي ركب لها المسامير وهذي الحوسة، أركب المسامير أول بعد ما ثبتنا الحديدة اللي بنجرب نشوف، أيوة بسم الله، أيوة ثبتت الحديدة الحين صارت مضبوطة، نشوف الحين نشوف الكبسة استوت، أوه ما شاء الله ما شاء الله شغالة، بس باقي تسخن هذه الحديدة وتصير تمام، بدأت تسخن الآن شوية تصير كلها حمرة،
بس انا نزلت الفتيله، المفروض انها تصير فوق شوي، نزلتها عن الخط نهايه بالتصوير وما انتبهت للخط. ركبت الشبك، ممكن الشبك لها تاثير. حقيقة الدفايات هذه أحسن دفايات، الدفي دفاها جدا ممتاز ومنتشرة بكثير، يعني رغم توفر الدفايات الكهرباء وكذا لكن تدفئة هذه الدفايات جدا ممتازة، دفايات يابانية وفي منها أكبر من هذا الحجم وأصغر من هذا الحجم. هذا اللي عندي 5 لتر، في 2.5 وفي 10 كبيرة. طريقة تركيبها تشغيلها تختلف شوي عن هذه، بس نفس المصنع ونفس الطريقة ونفس الفكرة. بدأت الحديدة تحمر، طبعا تصير حمراء أكثر من كذا، حمراء حمراء وتصير النار لهب من فوق بعد. أي نعم، ومثل ما تشاهدون الآن راح نستنى لين ما تولع مضبوط وناخذها آخر لقطة. وهذيك مريكة راحت لفراشها. استخدمنا في الفك المسامير الزرادية والسكروب، هذا احتاجناه في حاجات بسيطة بس ضغطناها شوي كذا من الجنب. والعلبة هذه استخدمناها حطينا فيها المسامير، وهذا المنظف بريف اللي يزيل الدهون والبقع، ومناديل. وكانت هذه تجربتنا مع تبديل فتيلة الدفاية اليابانية. باقي المسامير هذه ما ركبتها هنا لأن الشبك هذا بعد يبغى له تلميع من الداخل وتنظيف. الفتيلة هذه يعني حسب تجربتي يعني تعيش 3 سنوات 4 سنوات، بس وين تحصلها؟ يعني أنا حصلتها في سوق الثقبة في الشارع اللي هو فيه الجملة، وخدت لي 2 وطول يعني. كل الشغل مضبوط وسهل، ما هي معقدة وسهلة التبديل، بس اني اخطيت في ان الخط خليته داخل ما هو ظاهر. المفروض ان الخط يصير ظاهر من الحديدة حتى تصير مرتفعة، فهذا اللي خلاها تتأخر شوي في التوليع، والمفروض انها تصير اعلى من كذا. لكن هذه اول توليعة يمكن عشان ما هي شاربة غاز مضبوط. على كل حال هذه كانت تجربة اول مرة بدل فتيلة للدفاية اليابانية، حبيت أصورها وأنقلها لكم. الحين ولعت تمام، يعني 90% مدام اللهب طالع، والمفروض يطلع لهب أكثر من كذا. على كل حال بغيت أسجل ملاحظة، اللي يعني بيطفي الدفاية لا يطفيها بسرعة كذا، فراح يطفيها شوي شوي، لأن يطفاها بسرعة تقب كذا وتدخن. يعني مو مشكلة في القبة، المشكلة في التدخين. فبتحن رجعت طولت عليها مرة ثانية، راح تولع من جديد. التطفية تصير تطفيها الأفضل إنك تطفيها سنة سنة. شوفوا الآن اللهب كيف لما نزلتها رفعتها، كل ما لا تصير أحسن يعني، لأنها أول مرة تشتغل هذه الفتيلة. على كل حال هذا شوفوا الآن كيف تطفيتها شوي شوي، كل ما نزلها شوي اللهب يطلع لكن من غير دخان. شفتوا كيف؟ هذا شوي شوي لين ما تسكرها مرة واحدة ما تطلع معك دخان. انت ويا اخوك السبب اشغلتوني ما خلتوني اركب الفتيلة زين. اي نعم، انتم السبب. يا ويلك مني يا ويلك، يا ويلك مني يا ويلك، عرفتي؟ يا ويلك مني، لا تبغى تشغلوني. قامت تمقت خلاص. اكيد يعني كل شيء تمام، شيكتي على كل شيء.
خلاص كل شيء تمام، الأمور تمام. تأكد إذا في شيء ولا شيء علميني. خلاص الفوطة ايش فيها الفوطة؟ ها خلاص يا باشمهندس تأكد من هذه الحديدة. الحديدة ايش فيها؟ فيها ريحة؟ طيب نمسحها ما في مشكلة. تأكد شوف بعد وين كل شيء تمام. شوف الله يعافيك الشقال زين هذا المؤشر. ايوه ابغى فحص دقيق. الله يعطيك الصحة والعافية. افحصها فحص مضبوط. هذه الدفاية بعد ما سكرناها ورجعنا كل شيء مكانه رجعت وكانها جديدة ما شاء الله تبارك الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.